فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالكاتشنج والباسنج والدريبلينج، دول ثلاث مهارات أساسيين لازم اللعيبة تبتدي بيهم ويكون في فرصة ان اللعيبة تشتغلهم. الكاتشنج والريسيفنج دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، لازم في بداية اللعيبة لما تيجي تبقى عارفة مسكة الكرة ازاي، فكرة عشان دايما تافويد انجريز، دايما فكره ان اللعيبه ازاي تستقبل الكوره واللعيبه ازاي تحط ايديها قدام الكوره عشان الكوره ما تخبطش مثلا في وش الولد الصغير او يحصل له يعني باد اكسبيرينس بدري، او الكوره مثلا تخبط في ايديه يحصل له اصابه من بدري تخليه يبعد. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا، فكره الكاتشنج والريسيفنج لازم النهارده كمهاره مهمه جدا تعلم اللعيب ازاي يستلم الكوره. الجزئية الثانية هي جزئية الباسينج، وموضوع الباسينج طبعا زي ما كلنا عارفين هو الموضوع المرتبط بي ازاي النهاردة اللعيبة تتحرك في الملعب، سواء عن طريق الدريبلينج وده اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده، او كمان عن طريق الباسينج. وكمان لازم يبقى فيه بشكل او باخر زي ما انتم شايفين التكنيكس نفسها بتاعت الباسينج لازم تتعلم من البداية بشكل كويس. انا هستعرض معاكم بعض الانواع من الباسينج، طبعا مش كلها، لكن انا هتكلم معاكم على الكومن باسز. اول طبعا باس الكومن اللي كلنا عارفينها التشيست باس او التمريره الصدريه، وطبعا مش هتكلم على الديتيلز، طبعا كل الناس عارفه الديتيلز بتاعت التعليم، وضعيه الايدين ازاي ووضعيه الرجلين ازاي في الباسنج وفي الريسيفنج. الباس الثاني اللي ممكن اكلمكم عليها هي طبعا الباونس باس او التمريره المرتده، وكمان الباس الكومن اللي ممكن نتكلم عليها هي الباس الاوفر هيد باس. ده من الباس اللي بتبقى دايما موجوده في الاوتلت في الفاست بريك، او في لو انت عايز تنزل الكوره للو بوست او هاي بوست بلاير، او لو انت بتلعب هاي لو اكشن برضه بتبقى دي باس من الباسات اللي انت بتستخدمها. وكمان طبعا الباس الوان هاند باس اللي انت بتقدر عن طريق وان باس من ديستنس بعيده، وزي ما انتم شايفين برغم ان الولد السايز صغير لكن ازاي قدر يعمل وان باس وصلت لعيب ان هو يوصل تحت الحلقه. ودي الوان هاند باونس باس طبعا مهاره من ضمن المهارات، زي ما انتم شايفين اللعيب ازاي بيوسع نفسه، كمان الباسر نفسه ازاي بيوسع يبقى في انجل للباس. دي كمان باس من الباسات المهمه جدا اللي احنا بنبقى محتاجينها. كمان ده نموذج كمان من الوان هاند باونس باس، احنا بنسميها البوكيت باس، بتشوفها على طول دايما في كل الفرق اللي دايما زي ما انتم عارفين بتدافع على السايد سكرين بول بتعمل ايس، دايما انت بتهاجم بتروح على الباسكت وبتعمل دايما وان هاند باونس باس تو ذا البو اريا، بنسميها بوكيت باس. كمان الباسه دي من الباسات المهمه جدا اللي بتعمل كرييشن للاوفنس بتاعك، وبتدي فرصه ان انت تكمل الاوفنس بتاعك ويبقى في فلو الاوفنس بتاعك اللي هي الهاند اوف باس. ودي اخر باسة كانت موجوده عندنا، طبعا في انواع كتير من الباسز الثانيه بس انا حاولت اجيب لكم اكتر عدد كومن من الباسز. وزي ما انتم لاحظتوا ان كلنا بنعمل كده في تدريباتنا، ما حدش بيقول يا جماعه يعني مرروا تمريره صدريه، كلنا بنتكلم بالترمينولوجي. الموضوع كله بس موضوع تعود، وموضوع ان احنا النهارده زي ما انا اتفقت معاكم في البدايات خالص اول ما اتكلمنا في اول محاضره، فكره ان احنا على قد ما نقدر نحاول نوحد الترمينولوجي اللي احنا كلنا بنتكلم بيه. الجزئيه الثانيه اللي عايز اكلمكم فيها هي جزئيه الدريبلينج، ودي طبعا برضو جزئيه من الجزئيات المهمه جدا اللي بتخلينا نقدر نتحرك جوه الملعب بطريقه ثانيه، عن طريق ممكن الباس زي ما قلت لكم مع بعض، او عن طريق الدريبلينج بالانتقال عن طريق الكوره. اول مهاره من مهارات الدريبلينج اللي عايز اكلمكم عليها طبعا هي مهاره كومن جدا، وهي مهاره الكروس اوفر، او اللي هي تغيير الاتجاه من جانب لجانب. وبرضه طبعا انا مش حابب اخد معاكم في التكنيكس اللي اكيد طبعا كل الناس تعرفها احسن مني. ودي كمان نموذج للكروس اوفر نفسها جوه المباراه، ازاي النهارده ان اللعيب يبقى رايح في دايركشن زي ما انتم شايفين ازاي، وبيغير الدايركشن بتاعه وبيوطي الدريبل، بيوطي الدربلات بتاعت التشينج زي ما انتم شايفين ازاي، بيوطي الدربلات التشينج بيعمل كروس اوفر. كمان الدربل هاند اوف او زي ما بيسموها الدي اتش او، برضه دي من ضمن المهارات المهمه جدا زي ما انا قلت ان هي بتحاول تعمل كرييشن زي ما انتم شايفين ازاي في البول ريفرسال، او ازاي في تغيير الاتجاه بتحاول تغير الملعب من جنب لجنب
وهنا جدا مهم جدا التكنيك نفسه بتاع الباسنج ازاي، والريسيفنج كمان اللعيب اللي بيستلم، دي حاجات كلها لازم نركز عليها. البيهايند ذا باك طبعا مهاره من ضمن المهارات القوميه جدا، ان انت بتروح في اتجاه وتغير الكوره من ورا ظهرك، زي ما انتم شايفين من جوه الملعب كمان بتتأدى بشكل كويس. بص ازاي البنت غيرت الدايركشن بتاعها، بص وضع ايديها نفسه ازاي، لفت الكوره ازاي من ورا ظهرها، نموذج جيد جدا للبيهايند ذا باك. وكمان بتوين ذا ليجز، وانا طبعا اصريت ان انا اجيب لكم هنا نموذج تيم دانكن كبوزيشن فور، ازاي بصوا ازاي لعيب عندها سكيلز من زمان، ده مش بوينت جارد، ده بوزيشن فور طبعا مشهور جدا في الستيرز. بصوا ازاي بيحط الكره بين رجله ازاي، وتغيير ايديه مع رجليه، وازاي البوش بعد ما بيعدي الكره بين رجليه، فطبعا دي برضو مهاره من المهارات الكومن. الفيك كروسوفر بصوا ازاي دايما برضو دي مهاره من ضمن المهارات، ان انت بتحاول تقنع اللعيب ان انت رايح في الدايركشن في الفيديو ده، ان انت رايح يمين، وبعدين ازاي بتعمل هولد سنة الكره وبتعمل فيك كروسوفر، مهاره كمان من المهارات اللي احنا محتاجين نعلمها للعيبه. وطبعا في فرق بين الكروسوفر والفيك كروسوفر. الهيزيتيشن اللي هي النهارده فكره ان انت بتقف سنه وبتحاول تعمل هولد سنه، زي ما انتم شايفين كده بصوا ازاي هاردن حاول يقف سنه ويعلق الكوره سنه على سنه يشوط الكوره، وقدر ان هو زي ما انتم شايفين ازاي الديفندر وقف في مكانه، وجيمس هاردن طبعا راح عامل وان اكسترا دبل وراح بيها على الباسكت. الان ان اوت بيهايند ذا باك، او احيانا في كوتشز بيسموها السي بيهايند ذا باك، طبعا برضه دي مهاره من ضمن المهارات، ازاي ان انا النهارده ان انا اعمل بيهايند ذا باك ان ان اوت بيهايند ذا باك، دي حاجه من ضمن الحاجات. بالنسبه للاولاد الصغيرين كلنا محتاجين نعلم اللو دريبل، ازاي النهارده اللعيبه تقدر تعمل كنترول على الكوره وهي بتعمل لو دريبل، ده تدريب من التدريبات زي ما انتم شايفين ازاي بصابع ايديك تقدر تعمل كنترول على الكوره وعلى ارتفاع الكوره. طبعا زي ما في لو دريبل في ميديوم وفي هاي. الريتريت اللي هو الدريبل برجوع للخلف، وطبعا كل الناس عارفه ان احنا بنستخدم المهاره بتاعت الريتريت، لو حصل النهارده دبل على السكرين اون بول مثلا، او لو النهارده اللعيبه كلها بشكل او باخر حصل كولابس ولمت تحت الحلقه، فانت بترجع وتعمل ريتريت وترجع لورا، وده كمان نموذج للريتريت برضه بيوضح لنا ازاي ان النهارده اللعيب بيقدر ياخد الكوره ويروح في الجنب ده ويروح في الجنب ده. واخر سلايد عايز اكلمكم عليها هي فكره الهارد دريبل، وبرضه دي مهاره كمان من ضمن المهارات لازم العيال تتعود ان هي تشتغل هارد دريبل رايت اند ليفت.